سفارة الهند في دمشق حفلا للطلاب السوريين الذين حصلوا على قبولات جامعية ضمن برنامج الدراسة في الهند بحضور شخصيات سياسية وأعلامية من الدولتين. الهند كانت دائما شريكة لسوريا في مختلف الفعاليات، والمجال الأساسي كان دائما هو المجال التعليم، حيث يتم تزويد فرص جيدة للدراسة للطلاب السوريين في أفضل الجامعات في الهند، وهذا الأمر هو من أفضل من أجل تحسين حياتهم وتقديم هذا التعليم لمساعدتهم من أجل المساهمة أيضا لتحسين مجتمعهم. نحن في برنامج اتفاق تعاون علمي ما بين وزارة التعليم العالي وما بين وزارة التعليم العالي في الهند من أجل المنح الدراسية، ولدينا أكثر من 1000 طالب يتابع دراسته وتحصيله العلمي في الجامعات الهندية، والعمل مستمر بمتابعة أوضاع هؤلاء الطلاب، الصعوبات التي يعانون منها أو غير ذلك، لكن الأمور تسير بشكل جيد. خاصة نحن دوما نرسل الطلاب المتميزين المتفوقين في جامعاتنا بمختلف الاختصاصات. المنحة الدراسية منحت لمئتي طالب وطالبة من اختصاصات مختلفة. بشكل أساسي قيمتين هن مهمين بالنسبة إلي، تنوع أولا، وهي الترجمة الحرفية حتكون البحث أو طلب الحقيقة، اللي هنا شغلتين كتير مهمين بالنسبة لي، وأنا شايفة إني رح إن شاء الله أقدر لبيهم بهيدا المنحة. كانت منحة يعني مميزة وبتدعم الطلاب، يعني عم تمنحنا اختصاصات حلوة، اختصاصات طبية وفندقية وهندسية. كتير مبسوط إنه بصراحة طلع لي أدرس بالهند، يعني دولة جدا متطورة من حيث مناهج دراسية، وعن جد أي طالب حلمه إنه يدرس فرع بهيك دولة. الشعور جدا رائع بهذه المنحة الرائعة، احتضان دولة الهند الشقيقة لدولة سوريا، شعور جدا لا يوصف جميل بعد قبول بهذه المنحة الرائعة في جامعة SOA. يقدم التنوع الهندي والتاريخ النابض بالحياة مجموعة واسعة من الخيارات للطلاب، حيث تعرف الهند بأنها مركز تعليمي يجذب الطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم.